من أحكام الأسواق أولا المحافظة على توحيد الله سبحانه وتعالى بالسوق، وذلك بالآتي: أولا ألا تشرك بالله شيئا لا بالسوق ولا في غيره. وما أكثر الشرك في الأسواق؟ ناس بيعلقوا حجاب عنده دكان، الله ادله والله انا جبت دكاكين ذهب، خليه باقي السوق، دكاكين ذهب عديل في كل دكان الا من رحم الله معلق صور الشيخ، في دكان معلق فيه صورة البرعي جوا، في دكان معلق فيه صورة المكاشف، في دكان معلق فيه صايم ديمه، في دكان معلق فيه ازرق طيبه وابيض شنو، كله معلقين. بيعتقدوا كثير منهم انه الصوره دي هي اللي بتجيب لي الارزاق، صوره الشيخ، والصورة دي هي اللي بتحفظ لي الدكان من الحرامية، وبعضهم يقول لك من الضرائب لأنه عقايدهم تعبانة، واحدين يعلقوا شوية كمون، واحدين يعلقوا حجاب من الفكي، صح ولا ما صح؟ لجلب الرزق. وربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالرزق فوق ذاته في السماء ما في الوطن، فالرزق في السماء ما في الوطن. وده شرك كونك تعلق لك صورة الشيخ عشان تحفظك أو عشان تجيب لك رزق أو تبعد لك العارض أو تبعد لك الحرامية أو غيره، ده شرك أكبر مخرج من الإسلام. حتى لو بصلي 1000 ركعة صاحب الدكان ده معتقد كده، ده مشرك عديل كافر برا الدين. والأوثان والأصنام ما هي دي ذاتها، بل ده الأسوأ من ديك اللي بيعتقدوا عقائد شركية الليلة ده، يعني ده الأسوأ من المشركين الأوائل. المشركين الأوائل يا جماعة ما كان عندهم موبايل جالكسي يصور، وده كل القضية. لو كان في موبايل جالكسي عندهم فيسبوك، ناس أبو جهل أبو لهب، كان صوروا اللات وكده ونشروا بالشير مع بعض وموضوع انتهى. ما كان حفروا جبل وجابوا حجار وعملوا للحجر عينين ونخرة مقدقدة ويدين واقف الصنم كده. دي الصورة بتاعتهم كانت من حجر أصنام، وديل ناس الليلة صورتهم بشنو؟ فوتوغرافية بس. الموضوع شرك بقى متطور الليلة. أما ديك الأوائل المشركين الأوائل كانوا المصورينهم ديل بيعتقدوا فيهم الصلاح، فيهم صالحين وفيهم ناس ساكن، بيعتقدوا فيهم الصلاح وما بيعبدوهم لأجل ذاتهم، وإنما بيعبدوهم ليقربوهم لله. ففي النهاية دارين الله واحد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حقين الليلة بيقول أبو الشيخ ده ذاته الله، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف والموصوف شيخ طريقتي. ده واحد. اثنين، مشركين حقين زمان ديك كان بيشركوا بالله في الرخاء بس، أما في الشدة ودارين يغرقوا مثلا أو في البحر الأمواج اطلعتمت بهم، ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم شنو؟ يشركون. أما حقنا الليلة بيشركوا في الرخاء وفي الشدة، إنها خطب مصيبة أو أمر عظيم في اللغة، الخطب أمر عظيم. إنها خطب في البلاد نزيل، قل يا ما الله يا ولي الله إسماعيل. شرك في الشدة وشرك في شنو يا جماعة؟ في الرخاء. ونا زمان كان بيشركوا في الألوهية، بيوحدوا في الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك إلى آخره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حقين الليلة بيشركوا في الربوبية وبيشركوا في الألوهية وبيشركوا في الأسماء وفي الصفات كله، والله العظيم. وأنا ما أقدر أطول عشان ما أمرك برا الموضوع كثير. طيب، فدي مسألة من الشركيات في السوق. أيضا الحليفة بغير الله، طبعا تعليق الكمون والحجبات ده شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. لكن من صور الشركيات المنتشرة في الأسواق الحليفة بغير الله، وحات سيدي حسن وتحسونة، وحات أبوي المكاشفي، وحات أولاد، يقول لك أولادي ده في زيهم، في زيهم كثير وقد يكونوا ما نافعين، لكن قول أحسن ناس. ما أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، أما فقد كفر الأصح فقد أشرك، كما قال ابن حجر فقد أشرك، ده اللفظ الصحيح. من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم،
وقال إن الله ينهاكم في لفظ أن تحلفوا بآبائكم، وألفاظ قوية جدا. ففي الأسواق الآن عشان الواحد ينفق سلعته ويغش الزبون المشتري يقول لك ده حلفت له به الله ما بصدق، يقوم يحلف له بشنو؟ بشيخه، بالذات إذا كان بيعرف. ودي عاصلة مرة في محكمة في بعض الأماكن طلع عمدة برا ولقاني قال وبيعرفنا هو يعني زول نحسه موحد، قال لي انت عارف حصل جوه شنو؟ قلت له قال لي عندنا وطن وشاغلين فيها مع الناس زي وحقتنا. قال لي المهم قال لي القاضي راح احلفه بالله. طبعا الحليفه في المصحف دي ما من السنه، تاخذ يدك في المصحف، لكن الحليفه بالله دي من السنه. المهم فقال دي قبلهم المصحف ودار يخط يده في المصحف يحلفوا بالله. قال المحامي بتاعنا ده العمده بيحكي، قال بتاعنا قال للقاضي ما تخليهم يحلفوا بالله لانه الجماعه دي عقيدتهم في منو كده ما بعرف ودا لمين شنو كده ما اعرف. قال لي يمشوا في اخر اربعاء من الشهر في قبه الشيخ بتاعهم يحلفوا بالشيخ في القبه كده، قال لي انا بقبل القسم او اليمين بتاعتهم. عمك حكم لهم انهم يحلفوا في القبه في اخر اربعاء وطلعوا. فالمهم الشركيات والحلف بغير الله ده بينتشر في الاسواق. الواحد عشان ينفق سلعته يقوم يشرك بالله، يخسر الدين، الدين عشان يحيز شيء من الدنيا. يا أخي في الأسواق أيضا من الأحكام، إذا أنت حلفت بالله عديل ما حلفت بغيره في البيع ممكن تبيع سلعتك تنفق وتمرق من يدك وتقبض قروشه، لكن ما في بركة إذا حلفت بالله. لما تشرك بالله كيف بيحصل شنو؟ تحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة، ممكن يخليك تبيع لكن بيحصل شنو؟ ممحقة للبركة، بركة ما في. تاجر تلقى شايل القروش بالشوال وتلقى جلابيته مقطعة، تلقى شايل القروش بالشوال ورصيده في البنك بالمليارات، ولد ربنا يبتلي بسرطان يقول لك والله ماشيين الاردن مليارات شت انتهي، يقف في الجامع على صلاه المغرب لله يا محسنين. منفقه للسلعه ممحقه لشنو يا جماعه؟ البركه. والمال لو بسيط فيه بركه، انت لازم تفهم القاعده دي، المال لو فيه بركه حتى لو بسيط هو الكثير، لانه البركه ذاته تعريفه هو الخير الكثير، وهو ثبوت الخير ونماؤه وثبوته كمان وكثرته وثبوته كمان البركة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة وهو خالد بن الجعد، مش كده؟ أرسلوا حديث البخاري، أرسلوا أدى دينار واحد، قال لا امشي السوق اشتري أضحية، يعني خروف للضحية يكون صالح للضحية، ده معناه أضحية. فمشى السوق لقى الخروف بنص دينار، فاشترى خروفين بالدينار حق النبي صلى الله عليه وسلم، وباع خروف بدينار وجاب خروف للنبي صلى الله عليه وسلم وسلموا الدينار. تجارة ولا ما تجارة؟ رجع للنبي صلى الله عليه وسلم دينار ذاته وودى معه شنو؟ خروف. زول يعني عنده قوة في التجارة وربنا موفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. الراوي قال فكان إذا باع التراب ربح فيه، وفي رواية أخرى قال كان إذا رفع حجرا وجد تحته مالا. فالغاية في البركة، الغاية ما في الكترة، البركة. أم سليم والدة أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم جابت أنس صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنيس صغرته لأنه كان صغير في عمره يخدمك، جبته لك عشان يبقى خادم لك وأنعم به من شرف إنه الإنسان يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فادعوا الله له يا رسول الله. قالت له بس دارك تدعو له والله بس ما دار حاجه ثانيه. قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. دي روايه البخاري. بر البخاري واغفر له ذنبه وادخله الجنه. خمسه. انس بن مالك قال فدفنت بيدي هاتين 25 و100 من الولد، ليسوا من ولد ولدي وإنما من ولدي. يعني كم؟ 125 ولد ديل الماتوا بس من أولادهم غير الأحياء،
والمات في حياته غير المات بعد وفاته وغير الأحياء. قال وخلف بعده 60 بستانا أنس بن مالك رضي الله عنه. فالعبرة يا جماعة نرجع نقول في شنو؟ في البركة. يلا البركة تنالك في السوق بتقوى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان البايع والدار يشتري منك الاثنين بالخيار في البيعة ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صدقا في الشيء الحسن في السلعة تقول والله العربية دي مما جابوها مثلا مكانها تفكت وكذا وهيلوكس وإلى آخره تدي الحاجة السمع الحقيقة تصدق ما تكذب ما تزيد في السمع الفي والسمع تدي قدره. قال وبينا شيخ ابن عثيمين قال البيان يكون في الشيء السيء في السلعة. تقول له لكن مخدوشة من هنا وضربناها أبوه أنت ما عارف لكن هون دي في زول قاعد يعمل كده في السوق وترقد وتعي تقول لي دي كسرة أنت ما كنت حتعرفها اتكسرت برضو هنا ده ودي والمقع والبتاع ده الباب ده ذاته ما أصلي ده تجاري والنور اللي قدام ده شايفه ده ما الأصلي ده ما حق الشركة ده تجاري ركبنا نحن تجاري ما نافع تكلم هذه مش ده البركة. أي لولا وغير كده بتبيع وتشيل شوالات تفتح تلقى شوال فاضي ما فيش ولا بتستفيد منها بأي حاجة. فالبركة تجي بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الحلف ولو بالله ولو بالله في التجارة. فكيف الناس اللي بيعلوا بغير الله؟ ودي من أمثلة الشركيات الحاصلة بالسوق. من أمثلة الشركيات برضو الحاصلة بالسوق شغل بتاع الفكية والسحرة وشيوخ الطرق الصوفية. يجي لتاجر كبير يشوف عنده قروش يقوم يقنص له يقول أنا والله أديك عرق أو أديك شيء ورقة شغلك ده كله ما شاء الله تربح فيه ده كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فزول يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والبركة والسداد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب لنا مشاكل يا قبل أفتوا علمانا من قبل إنه شراء العملة الدولار الريال الغيره بالشيك بعض العلماء قالوا ما بتجوز أصلا كان كاش ولا أجل لكن غالب علمانا قالوا بتجوز لكن بشروط. الشرط الأول إنه الشيك ده يكون كاش والأفضل والأضمن يكون شنو؟ مصرفي. كاش والأفضل والأضمن يكون شنو؟ مصرفي. شيخ العثيمين قال يكون كاش والشيخ سليمان الرحيلي قال لازم يكون مصرفي اللي هو بيسموه عندهم بالشيك المصدق هو المصرف. ويكون قبض الشيك الكاش ده وقبض واستلام العملة الصعبة في المجلس ذاته لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بشنو؟ بيد. فيكون هاك بتاعك جيب الدولار هاك الجنيه السوداني جيب الريال في المجلس ده ما يقول لي اخذه أخوي ود عمي مضمون ما بيسرقني صح مضمون لكن لو شال منك الدولار ده وبعدين العصر قال لك نتقابل في البيت على العزابة نديك الجنيه ده شنو يا جماعة؟ ضريبة. الحكاية مش مضمون ولا مضمون حكاية انه دي بالذات لازم تكون شنو؟ يدا بيد زي مسألة الذهب والفضة وكده وقاسوها عليه اصلا لابد يكون يدا بيد في مجلس العقد حتى لو ضامه. دي المسألة. الليلة الموضوع اختلف لأنه الشيك الآجل أصلا ما بيجوز تبيع بيه شنو أو تشتري بيه عملة لأنه ده بقى بعد مؤجل صح ولا ما صح. الليلة الموضوع اختلف الشيك المصرفي ده ذاته اللي هو أضمن شيك في البنوك ده ذاته بقى في حكم المؤجل صح ولا ما صح. لا وهم ذاتهم عارفين الكلام ده الناس لو اعترضوا على الكلام ده ذاتهم ذاتهم مقتنعين انه بقى في حكم المؤجل. الدليل شنو؟ الدليل انه بقول لك سعر الدولار برا يعني بكاش قروش حب كده بكم مثلا يقول لك 72 مثلا ويقول لك بالشيك الكاش طبعا والمصرفي كمان ب 82 زياده 10 جنيه في الدولار الواحد. اذا هم عارفين الشغله دي مؤجله المصرفي ده عارفين انه بقى ما كاش عشان كده الفرق بيناتهم في الجنيه الواحد شنو؟ في الدولار الواحد 10 جنيهات. ده اكبر دليل هم تيقنوا انه الشيك المصرفي الكاش ذاته بقى ما شنو؟
بقى ما كاش. الدليل الثاني انك لو دخلت ودار تصرف وتطلع قروش تشيلها في شنطة ما بتطلع، صح ولا ما صح؟ خلاص. اذا بقى رجع ثاني في حكم الشيك المؤجل الذي لا يجوز ولا تجوز به بيع العملة الذي هو الربا. وانا عارف بعد ذاك طبعا في شيوخ قاعدين بس يحللوا الناس، جيب 2 مليون بحللها لك، قاعدين وقاعدين دكاترة وبرفات كمان، لكن ده الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وده أفتى به علماءنا وهو المطابق للشرع، وده الحاصل الآن في الواقع، ما بيزول يقدر ينكر إنه حتى الشيك المصرفي ذات وفي النهاية بقى في حكم غير الكاش، صح ولا ما صح؟ عشان كده بقول لك ده بسعر أقل وبيشيك بسعر شنو؟ أعلى، وأعلى كمان بفرق 10 جنيه في الدولار الواحد أو الريال الواحد، لأنه يعني عارفين أنه بقى في حكم المؤجل ولا يجوز بيع العملة بالأجل، وهذا متفق عليه بين العلماء.